هاي يا جماعة، أنا نور الصواف، فاشن ديزاينر وستايلست. النهاردة هكلمكم عن حاجة بتحير بنات كتيرة قوي وكتير قوي بنسأل عليها، هي ايه البنطلون اللي هيناسبني وايه اللي هيبقى حلو عليا وايه اللي هيبالي بفوهاتي وايه أكتر حاجة هتبقى مناسبة لي. عندنا 7 ستايلات هنتكون على أول ستايل وهو الجسم المستطيل. أوكي، الجسم المستطيل عندي مقسوم لاثنين، إن أنا لو جسمي مستطيل ومليانة أو جسمي مستطيل ورفيعة. لو رفيعة هلبس بنطلون يكون لي قمر عريض ويكون هاي ويست ويكون فيه قصة او يكون فيه بنسة او زي اللي انا لابساه او يكون فيه حاجة بتضخم المنطقة دي شوية. اما لو انا مليانة مش هلبس القمر عريض وهلبس الرجلين استريت ومفهوش اي قصة. اما الستايل هنقول عليه دلوقتي فهو للجسم الفي او المثلث المقلوب، يفضل ان انا البس بنطلون يكون هاي ويست ويكون الرجلين بتاعته ويدج اللي هي الواسعة جدا، وده هيبقى مناسب قوي لجسمي. اما لو انا جسمي المثلث المعدول فهيفضل ان انا البسه برضو هاي ويست قمر صغير ويمشي مع منحنيات جسمي، والستايل ده بنسميه البوت كات، والبنطلون ده بيليق قوي مع جسمهم كده. اما بالنسبه للجسم اللي هو الساعه الرمليه او زي ما بنقول عليه كيرفي، عندنا منه جسمين. الجسم الاولاني في حد ممكن يكون كيرفي قوي وعنده منطقه الوسط محدده جدا، وممكن يكون كيرفي بس منطقه الوسط مش محدده قوي. لو عندي منطقه الوسط محدده جدا وكيرفي مظبوط بلبس البنطلون بيكون هاي ويست، ممكن البسه يكون الرجل بتاعته يا اما بوت كات يا اما رجل ستريت، وكمان القمر بيبقى قليل. اما لو انا الجسم التاني اللي هو الوسط عندي اكبر شويه، القمر بيبقى اعرض شويه والرجل بس ستريت. اخر ستايل معايا هو الجسم المدور او حرف الاو زي ما بنقول، بيبقى عندنا منطقه البطن كبيره ومنطقه الارداف كبيره. ده بيفضل ان احنا نلبس بنطلون هاي ويست جدا، بس طبعا بنداريه ببلوزه او بحاجه لان مش هينفع نمشي كده، والرجل لازم تكون سلم او ستريت. لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب وفولو على انستغرام وتابعوا الوصفه.com.